السلام عليكم، كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله تمام. طبعا احنا اتفقنا من المحاضرة الماضية ان محاضرتنا اليوم ان شاء الله حتكون تطبيقية على اللي هو تحليل المحتوى، بحيث انه كل طالبة منكم تختار وحدة دراسية، وهذه الوحدة بتختار منها درسين، والدرسين بيتم تحليل فيها الجانب المعرفي اللي بيتضمن الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين والقواعد والنظريات، بالإضافة للجانب الإجرائي عمليات العلم الأساسية والتكاملية، بالإضافة للجانب اللي هو المهاري المهارات العملية اليدوية والجانب الوجداني. وبهذه الصورة احنا بنكون أعطينا الصورة الكاملة لبنية العلم من خلال تحليلنا لمناهج العلم. علشان احنا نبدأ بالإجراء العملي بدنا نبدأ مع الطالبة الأولى اللي هتعرض لنا عملية التحليل. مين؟ تفضلي، هات الفلاش تاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه. ان شاء الله اليوم حنستكمل المحاضرات السابقه بعرض نشاط تم تكليفه لنا، هو على تحليل المحتوى. عملت تحليل المحتوى للصف الثامن ماده العلوم لوحده الخليه. نتعرف مع بعض على تحليل المحتوى. نشوف اول حاجه الحقائق العلميه. الحقائق العلميه اول حاجه انه المجرى الالكتروني يستخدم لمشاهده الفيروسات تعتبر حقيقه. الثانية أنها تستخدم الإلكترونات في المجاهر الإلكترونية بدلاً من الطوب، تشكل الرايبوسومات مصنعاً لبناء البروتينات، تعتبر الميتوكوندريا مركزاً لإنتاج الطاقة، تعتبر هذه كلها حقائق. طب ستوب، خليت إحنا المجهر الإلكتروني، أعطي المجهر. المجهر الإلكتروني يستخدم لمشاهدة الفيروسات، هذا استخدام للمجهر الإلكتروني، هذا يعتبر حقيقة. تستخدم الالكترونات في المجاهر الالكترونيه بدل من الضوء. احنا بنتكلم هنا عن الالكترونات وانها بتستخدم في المجاهر الالكترونيه، فهذه تعتبر في هذا اي نعم مبدا، لانه بتتكلم عن الجمع. تشكل الريبوسومات مصنعا لبناء البروتينات في النبات، برضه يعتبر هذا مبدا وليس حقيقه. ماشي. النواه تعتبر الميتوكوندريا مركز الانتاج للطاقه. هذه طبعا نتكلم عن الميتوكوندريا اللي هي مراكز الانتاج للطاقه، لان نتكلم عن الميتوكوندريا بالذات محدده فهي تعتبر حقيقه، لكن نتكلم عن الجمع دائما قلنا هذا بيكون في اطار المبادئ. تفضلي. حتى البعض الحقيقه مجزئه جزئيه، يعني أنا بتكلم عن استخدام المجهر الإلكتروني، بتكلم عن إنه أينشتاين عمل كذا، حاجة جزئية. حمض الكبريتيك يحمل ورقة عباد الشمس حقيقة، لكن نقول الأحماض أصبحت مبدأ، بعض الأحماض تقوم بكذا برضو أصبحت مبدأ. أي نعم. انتقل للمفاهيم. أيوة تفضلي. المجهر أداة تستخدم لمشاهدة الأشياء الدقيقة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. الخلية هي وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي، تتكون من الغشاء البلازما والسيتوبلازما والنواة. قوة التكبير حاصل ضرب قوة تكبير العدسة العينية في قوة تكبير العدسة الشيئية. الآن الخلية هي وحدة بناء البناء والوظيفة في الكائن الحي، تتكون من الغشاء البلازما والسيتوبلازما. هذا اسم وهذه دلالة لفظية، وبالتالي هذا يعتبر مفهوم. طب نيجي هنا. هذه مختلفة. ليش؟ لأن أنا بحسب هنا قوة التكبير، وبالتالي هذه صياغه رياضيه، هذه مش صياغه رياضيه عندي هنا. حاصل ضرب قوه تكبير العدسه العينيه في قوه تكبير العدسه الشيئيه. لو كتبناها قانون ممكن ولا لا؟ كتبتها انا قانون ضمن القانون. فهي قانون، لكن لما انا بدي اعرفها قوه التكبير هي حاصل ضرب. هي هنا معطيه الدلاله اللفظيه، بس هي عباره عن قانون، يعني هي بالصياغه هذه اللي هي صياغه قانونيه لانها صياغه رقميه. تفضلي. هلقيت احنا لما تكلمنا على المفهوم قلنا المفهوم بيحدد ماهية الشيء والوظيفة او الخصائص للشيء. اي نعم. وبالتالي هي ايش هي الخلية؟ هي وحدة البناء، وظيفتها اللي هي في الكائن الحي انها تكوين الغشاء البلازمي والسيتوبلازم ونواة الخلية. بس هي هنا وحدة البناء والوظيفة. بتتكون، فهو هنا هذا من خصائصها او مكوناتها. ارجع للمكون الاول هنا.
المجهر أداة تستخدم لمشاهدة الأشياء. المجهر عبارة عن إيش؟ أداة. بماذا تستخدم؟ يعني أنا ممكن في المفهوم بحط أول شيء ماهية الشيء، هل هو أداة، هل هو عملية، هل هو جهاز، هل هو نسيج، هل هو كذا. بعدين كيف بدي أعرف أنا ماهية الشيء؟ خصائصه، وظيفته، مكوناته، يعني إيش المعلومات الإيضاحية اللي أنا حضيفها لماهية الشيء، فهنا بنخرج من خلالها بالمفهوم. تفضل. لا، هذه تعتبر من مكونات المفهوم. لو فصلناها في جملة ثانية يعني تتكون. منفعش أنا أفصل اللي هو خصائص المفهوم، لأنه أنا لما أجي بدي أتكلم مثلا عن الفم، فالفم هو مثلا أحد أجزاء الجهاز الهضمي، بتكون من كذا وكذا وكذا، يبقى هذا كله بكون من خصائص المفهوم. ناخذ المكون اللي بعده يا أمل. هذه كلها مفاهيم؟ لا، هذا قانون، قوانين قوة تكبير المجهر تساوي. هذا قانون قوة تكبير المجهر اللي هي انت قلتيها قبل شوية، اللي هي بتساوي قوة تكبير العدسة العينية في قوة تكبير العدسة الشيء. لو كتبتيها بصيغة رياضية كان أفضل. النظريات. تتركب جميع الكائنات الحية من خلية واحدة أو أكثر. الخلية وحدة التركيب والوظيفة في جسم الكائن الحي. تنتج الخلية من انقسام خلية أخرى سابقة لها. هو هذه مبادئ، بس هي النظرية كلها نظرية الخلية. أي نعم. يبقى هنا النظرية اللي بيقوم عليها درسك نظرية الخلية. هذول كلهم من افتراضات الخلية أو من مبادئ الخلية. مبادئ النظرية. أيوة. عمليات العلم. نعم. هي مبادئ، يعني هذه ممكن تحطيها ضمن المبادئ اللي هي هذه العبارات. بس النظرية اللي بيقوموا عليها الوحدة ككل هي نظرية الخلية. عمليات العلم الأساسية، بالأول حاجة الملاحظة، مثال التجربة هذه كانت يعني ملاحظة. في عندها ملاحظة فيش استنتاج عندك إشي؟ قياس. استخدام أدوات. في استنتاج. تصنيف. في تصنيف. في استخدام أرقام. في اتصال. وعمليات العلم متكاملة، عمليات تفسير البيانات. تفسير البيانات. ارجع للاتصال. الاتصال من خلال مناقشة الانواع المجاهر، اجراء بحث عن الخلايا. عملية اتصال، ايش معنى مقصود بالاتصال؟ ما المقصود بالاتصال؟ تعاون الطلبة مع بعض، نقل المعلومات، جمع المعلومات، الاتصال مع المعلومة سواء كانت شفوية او تحريرية او انها من مصادر معلومات مختلفة. فهنا انها بدها تجري بحث، فهي بتنمي من خلال مهاره اتصال في عمليه البحث عن المعلومات المكتوبه. القيام بمشروع طبعا من خلال اللي هو عمل تعاون، يعني بدك تضيفي هنا عمل تعاوني للطلبه، لانه لازم يكون في حوار بين الطلبه عشان يكون في عندي مهاره اتصال. المناقشه مهاره اتصال اكيد، نقل المعلومه. ايش في سؤال؟ عمليات العلم المتكاملة، عمليات تفسير البيانات، يعني أنه عندي أن يفسر الطالب. تفسير وتعليل. فرض الفروض، ماذا يحدث لو تلف غشاء الجسم الحال، ماذا يحدث لو تواجد المواد السامة في فجوات الخلايا النباتية. تفضلي. أي نعم. وهي هنا لما بدها تقولها ماذا يحدث لو، فهي بتساعدها الصيغة. الصيغة، يعني أنا الصيغة النهائية اللي بدها تطلع فيها الطالبة بدها تكون عبارة عن فرض، وبالتالي حتبدأ بالسؤال ماذا يحدث. يعني أنا بالضبط بدي أسأل الطالبات ماذا يحدث إذا. الآن الطالبة بتقول لي إذا حدث كذا فإنه سوف يترتب عليه نتيجة، وبالتالي الطالبة كونت لي فرضية. الآن هي بالصياغة هذه هي بتشجع على فرض الفروض، بس هي ممكن هنا يكون في هنا تشجيع الطالبات على تطوير عبارات على صورة إذا فإن من خلال الإجابة على الأسئلة التالية، على أساس اللي هي عملية الصياغة. بالضبط، لأن أنت كمعلمة كيف بدك تشجع الطالب على صياغة الفرضية؟ هي هنا حطتها مباشرة، بس هي يعني إجراءها كمعلمة لم تضع. تجريب من خلال التجارب، هذه أنواع التجارب. تعريف الإجرائي، تعرف الطالب مفهومه،
المهارات احكي المهارات ايش؟ اتقان تحضير شرائح نباتية وحيوانية، تصميم مجهر بسيط، عمل مجسمات الخلايا والانقسامات الخلوية، رسم الخلية النباتية مع توضيح اجزائها. جيد، مهارات يدوية. قيم؟ قيم الاتجاهات، تقدير جهود العلماء، الحفاظ على نظافة الادوات المخبرية، تقدير عظمة الله سبحانه وتعالى. احسنتي، بارك الله فيك. مين عندها استفسار؟ طبعا الجهد جهد اولي، لكنه يعني انا بقول انه فوق جيد جدا. بعض الاخطاء البسيطه يعني عشان انت تتعلمي في عمليه اللي هو تحليل المحتوى، بدك تعرفي انه كل كلمه لها دلاله وبدها تكون في مكانها الصحيح علشان اقدر انا اتعامل مع الطالب واوصل هذه المعلومه كما يجب ان تصل الى الطالب، بحيث انه الطالب يقدر يميز بين المعلومات، ما يكونش في تداخل للطالب، ما يقدرش يميز بين المعلومات لانه المدرس بالاصل مش قادر يميز بين المعلومات. شكرا يا امل. طيب توقف قدام الطالبات، تعرفي اسمك وايش الوحده وبدأت تتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي ولاء موسى. طبعا انا حللت للصف تعليمي ولاء. حللت للصف الثامن عشر الجزء الصف الثاني، الصف الثامن الوحدة الثانية. طبعا في تحليل المحتوى المعرفة العلمية، عملية العلم الأساسية والتكاملية، وفي النهاية المهارات اليدوية والقيم العلمية. أولا بالنسبة للمعرفة العلمية، أولا الحقائق العلمية، يقدر علماء الأحياء عدد الكائنات الحية، يقدر علماء الأحياء عدد الكائنات الحية بما يقارب 30 مليون نوع. طبعا الأرقام هي عبارة عن حقائق علمية. صنف الفيلسوف الإغريقي أرسطو الكائنات الحية إلى حيوانات والنباتات، هي حقيقة علمية. كان العالم الإنجليزي جون ري أول من وضع مفهوم النوع، هي حقيقة أيضا علمية. قام أحد تلاميذ أرسطو بتقسيم النباتات إلى أشجار وشجيرات ونباتات، طبعا هي حقيقة علمية. الكلاميدو موناس يتغذى تغذية ذاتية ويتحرك حركة انتقالية، طبعا احنا خصنا فيها الكلاميدو موناس فقط، فهي حقيقة علمية. بالنسبة للحقائق في لها تكملة، المفاهيم العلمية، التصنيف هو تقسيم الكائنات الحية. طبعا هي في عندي الاسم والدلالة اللفظية، هي مكونات المفاهيم العلمية. النوع هو الوحدة الأساسية في تقسيم الكائنات الحية، وهو يمثل أفرادا متشابهين تركيبيا ووظيفيا. هي أيضا هي عبارة عن مفاهيم علمية تتكون من اسم ودلالة لفظية. المبادئ العلمية، تصنيف الكائنات الحية من قبل العلماء يؤدي إلى تسهيل دراسة الكائنات الحية، طبعا هو مبدأ علمي يمكن تعميمه بشكل عام. يعني تصنيف العلماء للكائنات الحية يؤدي إلى تسهيل الاتصال بين الباحثين، أيضا هو مبدأ علمي. استبدلت الأسماء المتعددة للكائنات الحية بنظام التسمية الثنائي، هو مبدأ علمي لأنه تم تعميمه في ذلك الوقت. لكل كائن حي اسم علمي خاص به يكتب باللاتينية، هو تم تعميمه فيما سبق أو في ذلك الزمان، هو مبدأ علمي. بالنسبة للنظريات العلمية، نظرية التسمية الثنائي بحيث أن يتم تسمية الكائنات الحية تبعا لاسمان هما اسم الجنس واسم النوع، هي نظرية علمية. نظرية التصنيف الحديث بالإضافة إلى نظرية ويتكا هي جميعها نظريات علمية. ماشي. إيش رأيكم؟ صح التحليل؟ أيوة. أيوة. تصنيف الكائنات الحية. هي هذه أشياء متفق عليها. هو في أشياء يعني تعتبر تقريبا هي لانها جايه في التصنيف، فهي مبادئ التصنيف، المبادئ اللي بيرتكز عليها التصنيف اللي هي تجميع اللي هي العناصر او الخصائص او الظواهر او كذا في مجموعات وتسميتها من اجل تسهيل اللي هي عمليه التعامل معها، فهي من مبادئ عمليه التصنيف، فهي تعتبر مبدا لكنها ليس مبدا مثل الاحماض، هذه اللي هي تعتبر مبادئ يعني وصفيه تيسيريه في عمل في العلوم، لكن هي تعتبر مبدا يعني. هي طالما في اتفاقات عليها، يعني اتفاقات على هذه الأشياء وإنه هي موضوعة بنصوص محددة، فهي تعتبر يعني كمبادئ متفق عليها، طالما في اتفاق عليها فمعنى ذلك إنه هي تعتبر مبادئ. ممكن نخليها من خصائص اللي هو مفهوم التصنيف،
يعني إذا كان هي كلها في سياق واحد ومتصلة فهي بتكون من خصائص مهارة التصنيف. المفهوم لازم نعرف إنه هو بتضمن التعميم. إحنا لما أخذنا من خصائص المفهوم قلنا بيتضمن التعميم، عملية التمييز والمقارنة ثم عملية التعميم. فالمبادئ والتعميم، عملية التعميم واللي هو الوصف الكيفي للظواهر بتكون مرات كتير من خصائص المفهوم، لأنه إحنا كيف وصلنا للمفهوم؟ مش إحنا جمعنا عدة ظواهر طلعنا بخصائص مشتركة أو بصفات مشتركة منها بنينا المفهوم. فالمفهوم بيتضمن بعض اللي هي التعميمات، ومن هذه المفاهيم بنكون تعميمات جديدة. نطلع على العمليات. بالنسبة لعمليات العلم، عمليات علم أساسية وعمليات علم متكاملة. عمليات العلم الأساسية أولا بالنسبة للملاحظة، ملاحظة الاسم العلمي لكل من الإنسان وذبابة المنزل وفطر عيش الغراب، طبعا هو مثال موجود في الكتاب المدرسي، راح أذكره بشكل مفصل أو أذكره على لوحة السبورة، أخلي الطلاب يلاحظوا الاسم بنفسهم، يعني من دون ما أذكر لهم إياه أو أعطيهم نبذة عنه، أنهم يلاحظوا بنفسهم أو أنهم يستنتجوا المعلومة بنفسهم. ملاحظة عدم خضوع كل من التلاميذ ومناس وفطر الخميرة لتصنيف العلم ليونوس، لتصنيف العالم ليونوس. ملاحظة الصورة التوضيحية لكل من التلاميذ ومناس وفطر عفن الخبز على جانب الكتاب. طبعا اي رسم توضيحي مباشره في عندي مهاره ملاحظه. طالما في عندك رسم توضيحي بدك تعرضيه امام الطالبات، بدك تخليهم يشوفوه في الكتاب، بدك تعرضيه ضمن شفافيه، ضمن وسيله وسائط متعدده، ففيها مهاره ملاحظه بصوره مباشره، فيها توظيف طبعا للحواس. التصنيف، تصنيف مجموعه من الاغذيه المعروضه على السبوره الى مجموعات متجانسه دون تحديد المعيار، تصنيف دون تحديد المعيار، وتصنيف مجموعة من الحيوانات المعروضة على لوحة لوبارية إلى برية وحيوانية وهوائية وبحرية بوجود المعيار، وتصنيف مجموعة من الكائنات الحية إلى حيوانات ونباتات. يبقى في المهارة الأولى كان في معيار، ما كانش معيار، في المهارة الثانية كان في عندهم المعيار موجود، جيد. بالنسبة لاستخدام الأرقام، يقدر علماء الأحياء عدد الكائنات الحية بما يقارب 30 نوع من استخدام الأرقام. وضع العالم ويتكر التصنيف الجديد الذي يقسم الكائنات الحية إلى 5 ممالك استخدام الأرقام. بالنسبة للتنبؤ، بالاعتماد على صفات التلاميذ مناس وفطر عيش الغراب، كل منهم لهم صفات حيوانية ولهم صفات نباتية، نتنبأ بفشل تصنيف العالم ليونوس اللي كان بنص على أنه في صفات نباتية معينة وفي صفات حيوانية معينة في تصنيف الكائنات الحية إلى حيوانات ونباتات، نتنبأ بوجود نظم تصنيف في المستقبل. ممتاز. بالنسبة للاتصال، تقسيم الفصل إلى مجموعات وعرض مجموعة من الكائنات الحية وتصنيفها من دون معيار اللي احنا ذكرنا في التصنيف، تكليف الطلبة بجمع مجموعة من النباتات المختلفة وتصنيفها ضمن مملكة التوالي النباتية ووضعها في معرض المدرسة. بالنسبة لتفسير البيانات، قراءة المثال صفحة 37، طبعا هو مثال مش مطلوب بالنسبة لهم بس قراءته قراءة علمية وتفسيره. تفسير المعلومات اللي. تفسير المعلومات فيه. تفسير سبب عجز النظام القديم هو نظام ليونوس عن إيجاد مكان مناسب للفطريات، طبعا الفطريات لها صفات حيوانية ولها صفات نباتية، فبالتالي هي ما لهاش مكان في ليونوس، فأنا لازم نشوف سبب أو تفسير لسبب عجز تفسير لهذه الظاهرة. التعريف الإجرائي، تصنيف ممكن نجمع العناصر المختلفة وضعها في جدول ومجموعات اعتماد على معايير معينة. بالنسبة للتغذية الذاتية، اعتماد الكائنات الحية على نفسها في صنع غذائها أو احتوائها على مادة الكلوروفيل، كذلك بالنسبة للتغذية الغير ذاتية والكائنات الحية. يعني هو الأصل أن احنا في التعريف الإجرائي بنشجع الطلبة للوصول لهذه التعريفات بأنفسهم، أي نعم، بحيث أنهم من خلال الخصائص من الإجراءات العملية أنهم يصلوا إلى هذه التعريفات. طبعا بالضبط، يعني التعريف الاجرائي بيقوم على الاجراء العملي. يعني في عندك اجراء عملي، يعني انا بدي اعرض لهم مثلا فطر عيش الغراب وبدي اعرض مثلا كذا وكذا، بناء على هذه الملاحظات بدي اخليهم يعرفوا لي ايش المقصود بعمليه التصنيف.
كيف بدي أصنف هذه الأشياء. فهم الآن بدهم يصلوا إلى تعريف معين، وبالتالي دائما التعريف الإجرائي، معنى كلمة إجرائي إنها مبني على جانب عملي، أي نعم، تجريب، ملاحظة، قيام ببعض اللي هي الإجراءات اليدوية العملية. أما بالنسبة للمهارات اليدوية، استخدام جهاز العرض LCD في عرض مجموعة من الكائنات الحية، استخدام اللوحة الوبرية، ممكن استخدام المجهر. هذا بالنسبة للفصل الأول. هي المطلوب هنا في المهارات اليدوية المهارات اللي بده يمارسها الطالب. جهاز العرض هذا حيستخدمه المعلم، لكن انه الطالب يستخدم المجهر، اي نعم. الطالب ممكن يستخدم، ممكن استخدام اللوحة الوبرية اللي هو في حل الأسئلة، في حل النماذج. القيم العلمية، تقدير جهود العلماء في تصنيف الكائنات الحية، استشعار عظمة الخالق في وجود أصناف مختلفة ومتنوعة من الكائنات الحية، تفكير علمي مستمر ولا يتوقف وهو قابل للتعديل والتغيير. بارك الله فيك. في أي ملاحظات؟ إذا في أي ملاحظات عشان نعدل للأخت. اي نعم، المفروض انه هي ما قلنا لها انه هذه المهارات اليدويه اللي هي كانت موجوده اللي هو استخدام جهاز العرض وكذا، هذه مهارات للمعلم، لكن انا بدي المهارات اللي بده يمارسها الطالب، اللي هو بده يستخدم اداه قياس، بده يستخدم المجهر، بده يقوم بوضع الاشياء في مجموعات بناء على خصائص معينه بصوره يدويه، انه لازم يمسك بايده. يعني هنا في المهارات اليدويه العمليه لازم الطالب يمارس عمل يدوي بيده. الطالب بالضبط، الطالب. اي نعم، هي بس شويه هنا ممكن فيها. ممكن دكتور انه مثلا، أيوة، الطالب يحصل على مجموعه من الاعفان الموجوده في المنزل، أيوة، او الطحالب الموجوده عند الحمامات الشمسيه وعرضها او احضار. هذا كلام سليم، انه بده يجيب بده يجمع عينات من البيئه، بده يجيب اعفان، وبده يبدا انه هو يقوم بعمليه تصنيفها، بده انه هو يعمل عمليه فحص مجهري لبعض الفيروسات للبكتيريا. ممكن تحضير شريحة، بس أنا بدي أشوف هنا الصف الثامن بيقدر يحضر شريحة عندي؟ فممكن يكون في عندي تحضير شريحة، إنه بده يأخذ مثلا خلية من قشرة البصل أو بطانة الفم أو أي شيء ويحاول نحن نفحصها. هو في مدرسين بيكونوا ناشطين بيساعدوا الطلبة، يعني إحنا وإحنا بالصف الثامن حضرنا هذا، كنا جايبين حبة بندورة بصلة كذا، نأخذ حاجة صغيرة ونفحصها. بس انه هو تعمل شريحه كشريحه تامه، لا، هو بس انك انت تشوفي كيف بدها تكون استخدام المجهر في فحص الخلايا. الخريطه المفاهيميه هي بتعتمد على المفاهيم، واضح انك تتكلم انت على المفاهيم والترتيب الهرمي للمفاهيم. احنا هيكون في عندنا نشاط في عرض الخرائط المفاهيميه، انك تحللي الدرس كله وتطلعي اللي هي شجره المفاهيم، ايش المفاهيم الرئيسيه والمفاهيم المتفرعه منها والمتفرعه منها حتى نصل الى الحقائق. فهنا الخارطه المفاهيميه مفاهيم، لما بدك تحلليها هتحطيها كلها مفاهيم. اوكي، شكرا يا ولا كده جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طالبة إسراء صافي، اليوم إن شاء الله سأقوم بإنجاز التكليف اللي كلفتنا به الدكتورة، اللي هو تحليل محتوى لدرسين علوم من وحدة واحدة. الوحدة اللي اخترتها هي وحدة الطاقة من الصف الخامس الأساسي. الدرس الأول أشكال الطاقة. الدرس الأول زي ما بنلاحظ أغلبه يعني حقائق ومفاهيم، يعني على صف خامس درس في بداية الوحدة بدي أرسخ عنده يعني حقائق نوعية وبسيطة لسه، وأعرفه على شوية مفاهيم جديدة. الحقائق اللي هي عندي الحقيقة الأولى، تعد الشمس المصدر الرئيسي للطاقتين الضوئية والكهربائية على سطح الأرض. هاي حقيقة. الطاقة الضوئية أول طاقة عرفها الإنسان. الطاقة الضوئية تساعدنا على رؤية الأشياء من حولنا. الطاقة الحرارية تمدنا بالحرارة اللازمة لنا في حياتنا اليومية. أهم مصدر للطاقة الحرارية هي الشمس، ومن فوائد الطاقة الحرارية التدفئة وطهي الطعام وتسخين الماء، ويحاول الجسم الحفاظ على درجة حرارته التي تبلغ حوالي 37 درجة. طيب الآن إيش ملاحظتكم على هذه الحقائق؟ كلها صحيحة؟ الشمس المصدر الرئيسي للطاقتين الضوئية والكهربائية، أكيد صح. الطاقة الضوئية أول طاقة، كونها إنها أول وفيها تحديد فمعنى ذلك إن إحنا بنعتبرها.
الآن الطاقة الضوئية تساعدنا على رؤية الأشياء من حولنا، يعني هي الآن ما عادتش في إطار الحقيقة المجزأة، ولكن إنها بتتكلم عن صورة أعم على كل أنواع الطاقة. فالطاقة الحرارية، الطاقة الضوئية والحرارية اللي تمدنا بالحرارة، هذه تعتبر يعني ممكن إحنا تدخل ضمن تعريفات الطاقة الضوئية. هذه تعريف الطاقة الضوئية، هذا تعريف الطاقة الحرارية. يعني ما هي تعريف مختلف؟ يعني لما أعرف الطاقة هنا، هذا من سياق الموضوع كان يفهم الطالب، هنا رجع عرف. أيوة، هذا هنا عرف الكلام كان. وبالتالي هذه تعتبر من خصائص المفهوم، يعني هذه من خصائص مفهوم الطاقة الضوئية، وهذه من خصائص مفهوم الطاقة الحرارية. أما أهم مصدر للطاقة هو الشمس، هذه تعتبر حقيقة. من فوائد الطاقة الحرارية التدفئة وطهي الطعام وتسخين الماء، برضو هذه من ضمن تعتبر من ضمن المبادئ، لأننا بنتكلم إحنا بصورة عامة، فوائد، نتكلم عن الفوائد. حفاظ على جسم الإنسان 37، طالما في عندي أرقام فهي حقائق. المفاهيم، تعريف الطاقة الكيميائية هي الطاقة المختزنة في الوقود وفي أنواع البطاريات الكهربائية. الطاقة الضوئية شكل من أشكال الطاقة التي تنتج عن مصدر ضوئي، والطاقة الحرارية شكل من أشكال الطاقة الناتج عن مصدر حراري. ممتاز. يبقى الآن عندك مفهوم الطاقة الضوئية ومفهوم الطاقة الحرارية. لو بدي أكمل المفهوم، أنا بقول إنها بتساعدنا على رؤية الأشياء، صح ولا لا؟ وهنا لو بدنا نكمل المفهوم بنكملها بخصائص المفهوم. ما هو المفهوم عباره عن جمع حقائق الشيء، فانا بالضبط صنفت حقائق. أيوة. وهي بترجع مفهوم. احنا لما جمعناها اصبحت من خصائص المفهوم. المبادئ، مبدا اكل المواد الغذائيه بعد طهيها يقلل من المجهود الكبير الذي يبذله الجسم في هضم الطعام وامتصاصه، هذا كمبدا لتوفير الطاقه او ترشيد الطاقه. جيد. طبعا هنا قوانين، قواعد، ما في شيء، لانه يعني هي بدايه الوحده، فكانت يعني النظام مدخل. طب ايش النظريه اللي قائم عليها هذا الكلام كله؟ نظريه الطاقه. طاقه، يبقى نظريه الطاقه. اي نعم، انها الطاقه موجوده في الكون، ممكن تحويلها من صوره لاخرى. أيوة. ممكن يبقى في عندنا نظريه الطاقه. نشوف اللي هو عمليات العلم. عمليات العلم برضو في نفس الدرس، في مجموعه من الصور في الكتاب، كانت الطالب عليه ملاحظه الصور لمعرفه مصدر الطاقه. انتباهي اختي الورا. وبعد كده ممكن تصنيف أشكال الطاقة، بناء مصدرها كهربائية، كيميائية، ضوئية، حرارية، وتصنيف مصادر الطاقة، منها الطبيعي ومنها ما هو صناعي. طبعا عندي في قيم تقدير جهود العلماء، المهارة في استخدام الأجهزة، الدقة في الملاحظة، معرفة دور الإنسان في اكتشاف الطاقة، لأنه كان عندي هذا أول طاقة عرفها الإنسان الضوئية، كان في تدرج لمراحل اكتشاف الطاقة، ترشيد استخدام الطاقة، مبدأ قيمة استبدال مصادر الطاقة الغير متجددة بأخرى متجددة. لا ارجعي ثانية متكاملة، ما في كانش يعني في. هو الفاضي انا قلت بلاش منه. انا رافعه بال بعد الدروس بتكون ما فيش فيها كل المهارات، لانها بتكون هي بطبيعتها دروس نظريه. يعني الدروس اللي بتلاقي فيها انت كل المهارات اللي هي الدروس العمليه اللي فيها التجارب وفيها اللي هي الممارسات، هذه بتكون دروس ثريه. في بعض الدروس بتلاقيها انه المدرس ما بيبذلش فيها الجهد. المدرس لما بيعمل جدول المواصفات للاختبار بيقدر عدد صفحات الماده في الكتاب المدرسي والجهد المبذول فيها. يعني ممكن يكون عندك صفحتين، لكن الصفحتين هذول فيهم 4 تجارب، وبالتالي الجهد المبذول فيهم كبير، وبالتالي هذا عملية تدريسها وعملية اللي هي المكوناتها المعرفية بتكون كثيرة. فالمدرس في عنده حقائق وعنده مفاهيم وعنده ملاحظات وعنده تصنيف وعنده مهارات عملية وعنده قيم وعنده أشياء كثيرة، وبالتالي بتكون مكتظة بصورة واضحة. الدرس الثاني أعرض الحقائق ولا أروح على هذا؟ لا، أنا بدي ترجع على عمليات العلم الأولى. أرجع؟ أيوة. طبعا أنت في عندك استخدام أرقام اللي هي كانت تتكلم عن الحفاظ على درجة حرارة جسم الإنسان، اللي هي أرجع أكتبها باستخدام الأرقام. فهي بتكون في عندنا استخدام الأرقام. طالما في عندك ملاحظات يبقى يجب أن يكون لديك استنتاجات، يعني فيش فصل. ملاحظة الصور بده يتوصل من خلالها لإيش؟ بده يعرف كيف مصدر الطاقة المستخدم في الصور. يبقى هنا في عن مهارة استنتاج مصادر الطاقة. العمليات هذه اللي بعض العمليات ما بتكونش موضوعة، يعني بحيث انه يكون انه بقول لك اطلب من الطالب الاستنتاج، ولكن انت كمدرسة انت بتستنتجيها، انه هذه لازم نوظفها عند الطالب، لا يمكن يكون ملاحظ الا من خلالها استنتاج. طب لاحظنا، لاحظوا هذه الصور يا اولاد. السؤال اللي بعد ذلك استنتجوا
استنتجوا ايش استنتجنا من ذلك، ايش بنتنبأ، ايش كذا. وبالتالي هنا انا كيف بدي اوظف هذه الاشياء بصوره كبيره جدا. كمان انا في عرض اللي هو المجموعه هذه، ممكن يكون في عندي مهاره اتصال، اتصال، خلي الطلاب يتحدثوا مع بعضهم. هذه لما تكلمنا عمليات العلم قلنا هذه عمليات العلم الجانب الاجرائي، يعني هذه فيها اجراءات انت ممكن توظفيها لدى الطلبه. هذا الدرس الثاني، هي الحقائق والمفاهيم والمبادئ. الدرس الثاني بدا يعني يخصص اسمه الطاقه الكهربائيه، نوع من انواع الطاقه، حقائق. تم اكتشاف الطاقه الكهربائيه في نهايه القرن 19. نحصل على الكهرباء من مصادر عدة، البطاريات والمولدات الكهربائية والخلايا الشمسية. يتكون المولد الكهربائي من مغناطيس وملف أو عدة ملفات قابلة للدوران. يمكن الحصول على الطاقة اللازمة لتدوير الملفات من مصادر مثل المياه الجارية والرياح والوقود. نستخدم المياه الساقطة كما في السد العالي في إدارة المولدات بسرعة كبيرة. الهواء المتحرك طاقة تحرك المراوح بشكل كبير. من مشتقات بدها شوية ترتيب عندك هنا، من مشتقات الوقود، يعني الهواء المتحرك طاقة تحرك المراوح، هو مفهوم، يعني صارت مفهوم. أي نعم، مشتقات الوقود، فأنا بتكلم عن مشتقات، فهنا صارت عندي في إطار المبادئ، إنه يمكن تقسيم مشتقات الوضوء، ممكن تقسيم هذه المشتقات. أعطيني المؤشر شوية، يعني هنا شوية الحقائق عندك. تم اكتشاف الطاقة في القرن 19، نحصل على الكهرباء من مصادر عدة، وبالتالي هنا هذه أصبحت مبدأ في هذا الإطار. يتكون المولد، المولد ماشي، لأن هذه مكونات. يمكن الحصول على الطاقة اللازمة لتدوير الملفات، برضو هذه تعتبر ضمن المبادئ. أي نعم، تستخدم المياه الساقطة كما في السد العالي في إدارة المولدات بسرعة كبيرة، برضو هذه طبعا تعتبر من ضمن المبادئ. يعني ليش؟ لأنه إحنا في أي، بس في السد العالي ولا في كل الأماكن ممكن نستخدمها؟ بقول لك كما في، يعني هو ضارب مثال السد العالي، يعني اتكلم عن السد العالي يدير المولدات ماشي الحال، اما اي مياه ساقطه فهي فيها يعني جزء من التعميم. هنا طبعا هذه تعتبر عباره عن الهواء المتحرك طاقه تحرك المراوح بشكل دائري، هذا يعتبر مفهوم عندنا. يبقى الان احنا يعني شويه بدك انت تميزي بين الحقيقه وبين المفهوم والمبدا، هي اكثر اشياء هذه متداخله بين بعضها البعض. طبعا المفاهيم عندك واضحة، اللي هي الطاقة الكهربية والجلفانومتر طبعا، وظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. المبادئ تتكلم عن البطاريات، عن الأجهزة الكهربائية سليمة. القوانين، كلما زادت سرعة حركة الملفات زادت الطاقة. في نص، لا هي من بعد التجربة، يعني بيحاولوا يزيدوا سرعة الملف، بيلاحظوا انه صف خامس ما فيش معهم قوانين وأشياء. بس هذا ليس قانون، يعني هذا يعتبر مبدأ. اي نعم، يعني هذا في علاقه بين السرعه وبين الطاقه، لكن هل انه يعبر عنه رقميا ويحسب منه كميات رياضيه؟ ممكن، بس هو بالكتاب مش كاتب. اكيد في مراحل متقدمه حيكون فيه، بس هو الان هو الان مش موجود عندهم بهذه الصفه، فهو هذا يعتبر الان مبدا وليس قانون، لانه قانون لازم احسب من خلاله كميات. والقواعد طبعا، اذا تحرك قضيب مغناطيسي قاعده فرادان. اي نعم، يعطيك العافية. طيب أنا طبعا أول حاجة بشكر الطالبات اللي هم قدموا مجهوداتهم. طبعا إحنا هيكون في عنا تواصل، يعني المحاضرة الجاية إن شاء الله هنكمل اللي هو الثقافة العلمية عشان نختم الفصل. بقية المحاضرة هنعطي فرصة لطالبتين للعرض، يعني هتكون بداية المحاضرة هنكمل الجزء اللي هو النظري، بعدين هنعطي فرصة لطالبتين للعرض. التطبيقات العملية يعني مهمة جدا، لأنها بتصحح مفاهيمك وبتساعدك على أنك أنت تجري عملية تحليل صحيحة وأنك تحصلي على علامات جيدة. في أي سؤال، في أي تعليق على العرض اللي صار؟ إن شاء الله ساعدتكم هذه في أنكم تعدلوا بعض المفاهيم اللي هي موجودة عندكم. العلاقة الزمنية، العلاقة الزمنية لما نقول السرعة ماذا تساوي؟ المسافة على الزمن. بالضبط، فهي هذه عندك علاقة زمنية. يعني أنا لو بدي أشوف مثلا عندي في تجربة الفيزيكوستي بتاعت اللزوجة، إن أنا بدي أعمل دروب للي هي البلية هذه
فأنا بدي أحسب اللي هو العامل الزمني، طالما داخل عندي العامل الزمني فأنا في عندي علاقة زمانية. السرعة، العجلة، الأشياء هذه كلها داخل فيها عامل الزمن. طالما إنك أنت بتستخدمي أرقام فعندك مهارة استخدام أرقام. عندك مهارة استخدام أرقام. في عنا كمان تدخل في العامل الزمني اللي هي مثلا تيجي نحن نحسب اللي هي جاذبية القمر، حركة المد والجزر للبحر بناء على جاذبية القمر. يعني متى بكون البحر مد وكيف بتكون جاذبية القمر؟ يعني عندما يكون القمر هلال كيف بيكون البحر؟ هل في مد أو جزر؟ العلاقة زمانية ومكانية في نفس الوقت. فهنا بدك تفهمي أنت للطالبات تفهميهم حركة المد والجزر، بدك تكوني فاهمة جاذبية القمر عندما يكون القمر هلال، عندما يكون بدر، عندما يكون محاق، كل واحدة منهم بتقول لك متى بكون البحر في حالة مد ومتى بكون في حالة جزر. اي نعم، والعمر الزمني اللي عن اي حاجه. طب احنا على طول يعني انا متذكره ما كنا ندرس زيكم كده في الفيزياء كان كل شيء الزمن فيها، وبعدين الان احنا مش في الثانيه، احنا لقيتها في النانو ثانيه. يعطيكم العافيه.